وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قالت عائشة الحرم رئيس قسم تصميم الأقمار الاصطناعية في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إن فوز مملكة البحرين بأكبر جائزة عالمية مخصصة لفئة الشباب في قطاع الفضاء يؤكد الدعم المستمر الذي يحظى به هذا القطاع من لدن جلالة الملك المعظم. أن هذه الانطلاقة تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الوصول بمملكة البحرين إلى مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء. وهذا الفوز أبدا لا يعتبر تكريما شخصيا فقط، بل هو أيضا إشارة قوية إلى مدى التقدم والابتكار اللي يمكن أن تحققه مملكة البحرين بفضل دعم قيادتها الرشيدة وجهود شبابها الطموح. أنا ممتنة جدا لهذا التقدير واللفتة الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صديقة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله. كانت كلماتها مصدر إلهام كبير بالنسبة لي وأشعرتني بمسؤولية أكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات باسم مملكة البحرين. هذا الدعم الملكي يعكس مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتقدير وتعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف المجالات. والحمد لله نحن في مملكة البحرين نحظى بقيادة رشيدة لم تتوانى أبدا عن دعم المرأة البحرينية وتمكينها وتهيئة كافة الإمكانيات لنهضتها. واليوم احنا مجرد نقطف ثمار هذا التمكين ونسعى لرفعة اسم مملكة البحرين عاليا في المحافل القادمة.